لا يعملون جهدا وعملا تقوبا على مختلف الأرض والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وما رؤيت سموكم 2030 إلا هدفا واضحا واستراتيجيا يعمل الجميع للانتقال إلى عهد مميز وعطاء متنوع في بناء هذا الوطن الغالي تحت رعاية الكريمة من مليك المفدى وقائدنا الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي العهد الأمين. الوطن يستحق منا الكريم. صحيح من العنيف، لكن أنت من الرياض ولا إلى الرياض، ومن ولا أهل الرياض ولا أهل المملكة، ولا يطول العمر ولكم، ومن ولا أهل ولا أهل لكم ولا أهل لكم ولا أهل جميع المملكة أبدا. الملك يعطي لله في خير هذا، ما في خير لديته، ولله في خير لديته وقريته، ما في خير لبلده. نعم، ما في شك. انتم خيركم مبين على عنيزه ما تطلعون. خيركم مبين على العربيه السعوديه. انا متطوع، العمل التطوعي سبب. وعلي جابر انك سنوات